معنا الكريمة أم أحمد من الجزائر، تفضلي. سؤالي هو أود أن تفصلوا لي في حكم المرأة المرضعة مع شهر رمضان. طيب شكرا. شكرا. الأخت الكريمة أم أحمد من الجزائر تسأل سؤالا مشروعا حقيقة، وهو حق واجب للأطفال، الرضاعة الطبيعية، ونشجع عليها. يا ترى ماذا في الشرع الحكيم من أحكام للمرضعة الصائمة؟ أي نعم، فيما يتصل يعني بتأثير الرضاعة على الصيام. طيب. الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا ليس على وجه الإجابة، إنما هذا بيان مدة الرضاعة. وطبعا إذا كان الولد محتاجا فهو أمر واجب على من يستطيع، من والدة إذا كان معها لبن، أو من مرضعة ترضع لتقوم بحقه، لأنه من حفظ النفس. فالرضاعة قد تؤثر على المرأة من حيث قدرتها على الصيام، لهذا إذا كانت المرضعة تستطيع الصوم فهي كسائر من يجب عليهم الصوم، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعدم العذر. لكن إن كانت المرضع صيامها يؤثر عليها ضعفا أو على ولدها قلة في الحليب، حتى لو كانت هي تقول والله أنا أقوى ولا أجد عناء ولا مشقة، لكن الولد يقل حليبه وبالتالي يعني سيتأثر رضاعه. في هذه الحال نقول، في هاتين الحالين نقول يجوز للمرأة الفطر، لأنه من الرخصة، إما لنفسها فهي ملحقة بالمريض إذا كانت تضعف، أو لولدها لأنه من حفظ النفس. وقد جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي، وهو غير أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل شطرة، إن الله وضع عن الحامل الصوم، والحامل والمرضع الصوم، وضع الله تعالى الحامل الصوم عن الحامل والمرضع الصوم. وهو الوضع هنا ليس معناه الإسقاط الكلي، لأن الله تعالى لم يسقط الصيام إلا عن الذي لا يستطيعه وأوجب بدلا، لكن الوضع هنا معناه أنه لا يطالب به أداء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاصة الجواب، إذا كانت المرضع لا يؤثر الصوم عليها فهي كسائر الناس، يجب عليها أن تصوم. وأما إذا كان يقلل حليبها فهنا لها أن تفطر مراعاة لحق ولدها، وإذا أفطرت فإن عليها القضاء، وكذلك إذا أفطرت خوفا على نفسها من التعب والإرهاق والإعياء والضرر فلها أن تفطر وتقضي. أيضا من العلماء من يقول إنها إذا أفطرت لحق للولد، لخوفا على الإضرار بالولد، فإنها مع الصوم تطعم، لكن مع القضاء تطعم، مع القضاء تطعم، لكن ليس هذا مما يعني يعتضد بدليل بين واضح، فهي كالمرضى وفطرها لحفظ غيرها، كما لو أن إنسان أفطر لينقذ غريقا أو حريقا، لا نلزمه بالقضاء مع الإطعام ولا دليل على، منما يقضي فقط ولا دليل على الإطعام. ذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إلى أن المرضع إذا أفطرت ليس عليها إلا الإطعام وليس عليها قضاء، هذا إذا أفطرت خوفا على ولدها.